أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا بينه للأمة، كيف نوفق يا صاحب الفضيلة فيما بين هذا وبين الخلافات الفقهية التي بين العلماء؟ العلماء هذا اجتهاد منهم، أما كلام الرسول فهو حق، وأما اختلافات العلماء فمنها ما هو حق ومنها ما هو خطأ، لأنهم غير معصومين، فاختلاف العلماء لا يقدح في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في كلام الله عز وجل، لأن هذه اجتهادات منهم يخطئون فيها ويصيبون. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن الحق لأمته بيانا كاملا، لكن من أمته من يدرك الحق الذي بيّنه ومنهم من يخطئه، لأنهم ما هم معصومين. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.